تعلمي العربية مع أم نام. شيء يلعق؟ لا يا أم نوم، إنه صندوق وإنه مليان بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أم نوم؟ هل لديك فكرة يا أم نيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. لنتسوق قليلاً من أجل الحفل. لنشتري قميصاً. قميص. ما الذي يجب على أم نوم شراؤه أيضاً؟ ما ذلك؟ أوه، بنطال. سيحب أم نوم هذا. أوه، تنورة. جميلاً. هذا لطيف للغاية يا أم نوم. تعجبها القبعة. قبعة. هذا شيء تود شراءه يا أم نوم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح. لنبحث عن المزيد. يبدو هذا رائعاً، ولكنه مرتفع جداً. لنحاول القفز يا أم نوم. نكاد نصل. تماسك. أوه، لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة. حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى. أولي. حان وقت حفلة الرقص. من أجل الذكرى. إلى اللقاء. أحمر. بنفسجي. أخضر. وردي. أصفر. أحمر. بنفسجي.
أخضر، وردي، بنفسجي. أسود. أصفر. أخضر. سيارة. سيارة أجرة. سيارة شرطة. شاحنة. ما هذا؟ كيف حالك أمنم؟ أوه يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حاذر أمنم، أركض أمنم، أركض. عليك أن تحاذر خطواتك أمنم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختبار. انتبه جيداً أمنم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أمنم. أوه، ضربوا أمنم مجدداً، تحول إلى اللون الوردي. هيا أمنم، فلنحاول مجدداً. أحسنت أمنم. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. أوه لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أمنم؟ يبدو أنها حلوى ملونة، هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. أوهو. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.